ومعي عبر خدمة زوم من العاصمة العمانية مسقط أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام. دكتور أحمد، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. دعنا نبدأ بالأهمية الاقتصادية والفائدة العائدة من افتتاح مشروع لاستثمار الغاز المصاحب في حقل الحلفية وكذلك إنتاج وحدة الأزمرة في مصفى البصرة. مساء الخير لحضرتك ست زينة وللمشاهدين الأكارم. طبعا أكيد هي بداية حقيقية، يعني ممكن أن تحقق جزء مهم من خطوات السيد السوداني والبرنامج الحكومي بشكل عام. يعني اليوم حقل الحلفاية 300 مليون قدم مكعب ممكن أن يغذي محطتين كهربائيتين في مدينة العمارة، وممكن أن يولد أو يوفر ما يقارب 1200 ميجا واط. هذا ممكن أن يعد خطوة حقيقية نحو تقليل استيراد الغاز تدريجيا إذا ما استمرت وزارة النفط بمنهاجها نحو تقليل مستوى الحرق واستثمار الغاز، وبالتالي ممكن أن يخلص العراق تدريجيا من ما يقارب 6 مليار دولار تدفع سنويا إلى إيران استحقاقات استيراد الغاز. وبطبيعة الحال هذه المشاريع ممكن أن تولد يعني خطوات مهمة نحو توسيع فرص العمل، بالإضافة إلى المواد المنتجة العرضية مثل مواد الغاز، مكثفات الغاز أيضا، والغاز السائل بحدود 1100 طن تنتج يوميا كمرحلة أولى، مكثفات الغاز بحدود 20,000 برميل تنتج. كل ذلك ينم عن خلق حالة من التشابكات القطاعية بما يرفع من مستوى القيمة المضافة للنفط الخام المستخرج بحيث يستثمر الغاز، بالإضافة إلى النواتج العرضية التي ذكرتها المكثفات والغاز السائل استثمار المستخدم الغاز. دكتور، كم بالتالي سيسهم بشكل إيجابي على تزويد الطاقة الكهربائية باستمرار؟ هذا أكيد، يعني اليوم إذا نأخذ حقل الحلفاية كمثال على أرض الواقع، هو ممكن أن يوفر 1200 ميجا واط لمحطتي ميسان الاستثمارية ومحطة العمارة الكهربائية تدريجيا. إذا ما افترضنا يعني حتى الآن ما هو مستثمر من الغاز بحدود يعني 50 أو 52%، أما الباقي فيحرق. يعني صحيح الإنتاج ارتفع إلى حدود 3100 مليون قدم مكعب قياسي، ولكن 50% و 52% من هذا الإنتاج الغازي يحرق هدرا. وبالتالي لو افترضنا استمرار نهج الوزارة، لا سيما ما عزز هذا النهج هو جولتي التراخيص الخامسة التثميرية والسادسة، وأقصد في المستقبل، هذا ممكن أن يقلل من مستوى الغاز بحدود العام 2030. يعني السيد السوداني ذكر العام 2028 ممكن أن نصل إلى الصفر. هذه التفاؤلات يعني كبيرة جدا، وأعتقد فيها نوع من المخاطرة، ولكن في أبعد الحدود إذا ما استمر الحال واستمرت الإرادة الوطنية وخطة وزارة النفط، هذا ممكن بحدود عام 2030 ممكن أن يخلص العراق من استيراد الغاز ويوفر 6 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى استيراد المشتقات، بمعنى أن استثمار الغاز ودفع أو رفع مستوى صناعة التكرير ممكن أن يدعم الاقتصاد العراقي بحدود 10 مليار دولار سنويا. هذه ممكن أن توظف باتجاه الاستثمار في المشاريع غير النفطية بما يدعم من الموازنة السنوية. طيب، تأثير هذه المشاريع دكتور في توفير فرص عمل للأيدي العاملة. كما تعلم اليوم بالتزامن مع زيارة السوداني إلى محافظة البصرة كانت هناك تظاهرة للعشرات يريدون أن يوظفوا بدلا عن الأجانب المتوظفين في مثل هذا النوع من المشاريع، يقولون بأنهم الأغلبية أكثر من أبناء أهل المحافظة. هذه النوع من المشاريع برأيك ستسهم في توفير فرص عمل الأيدي العاملة، أم أنه هذه الشركات عندما تأتي تفرض نسبة عمل أجانب على أن تعمل في العراق؟ يعني على المستوى الوطني دعيني أذكر أنه في العام الماضي 2023 فقط في مصافي الجنوب تم تثبيت وتشغيل ما يقارب 1500، بمعنى تم توفير 1500 فرص عمل للعمالة المحلية. أما إذا كنا نتحدث عن الشركات الأجنبية فأكيد هنا المسألة مرهونة بالعقود المبرمة مع الجانب الوطني. هذه الشركات أكيد لديها، يعني شركات خاصة
طبيعة توظيفها للعمالة تختلف عن الشركات الحكومية أو القطاع العام بشكل رئيسي، وبالتالي هناك متطلبات للتوظيف، وهذا الأمر أيضا مرهون بالنسبة المحددة. إذا ما افترضنا يعني في الغالب أن العقود تشترط تشغيل على الأقل 50% من العمالة المحلية، وبالتالي إذا ما افترضنا مثل ما ذكر في التقرير أن النسبة تجاوزت هذا الحد، عندئذ يفترض من الجانب الوطني أو وزارة النفط أن تحاسب أو تدقق مع هذه الشركات في سبيل إحلال عمالة وطنية تتوفر فيها الشروط المطلوبة مثلا للتشغيل في هذه الشركات. يعني الكل متفق أن هذه الشركات لديها متطلبات ولديها يعني تخصصات مطلوبة للعمل في هذه المشاريع، يعني لا يمكن التوظيف بدون حاجة فعلية، ولذلك دائما ما نرى أنه هناك يعني حالة من الاحتجاج أمام هذه الشركات، ولكن هذا الأمر بالدرجة الأساس يرتبط بسياسة وزارة النفط نعم في كيفية التعاقد مع هذه الشركات وكيفية إعطاء الأولويات لا سيما للتخصصات والوظائف الموجودة في الداخل المحلي. عدا ذلك أكيد من حق الشركات الأجنبية أن توظف عمالة أجنبية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مسقط، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام، ممتنة كثيرا لك على تواجدك معنا.